السلام عليكم. هذا هو سامسونج جالاكسي اي 7 ايدج اللي طلبته مني ندير ليه ريفيو. هذا التليفون كان اقوى تليفون نزل للسوق في 2016. اليوم بغينا نعرفوا واش هذا التليفون مازال قوي ومازال يستاهل نشريه في 2020 ولا لا. ونبدأ معكم بتصميم ديال التليفون، ومن طبيعة الحال ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة إلى ما زال ما مشتركين. وبصراحة التصاميم ديال التليفونات تطورت بزاف هاد الأخر، سواء تليفونات الفئة الاقتصادية الفئة المتوسطة ولا فئة الفلاكشيب مقارنة مع تليفونات الخدم. يعني كان تطوير بزاف في التصاميم ديال التليفونات، شفنا بزاف ديال الشكال وخصوصا في هاد 2020-2019. ومع ذلك التصميم ديال الاي 7 ايدج على العموم مازال تا هو زوين وجذاب. الاطار ديالو من المعدن والظهر ديالو من الزاج والشاشة منحنية الاطراف، ولكن فيه بعض العيوب بحال المساحة اللي فوق الشاشة وتحت الشاشة كبيرة بزاف، ولكن هاد المساحة ماشي خاوية. التحت ديال الشاشه فيه الازرار كيخدموا باللمس، ووسطهم زر الهوم ومدمجه فيه البصمه، وفوق الشاشه كاينه الكاميرا ديال السيلفي والاضاءه ديال الاشعارات. والشكل ديال الكاميرا ديال الخلف حتى هو موديل قديم شويه، مي ماشي مشكل، يعني نورمال، خص غير يكون الاداء مزيان. وندوزو للشاشه. الشاشه هنا كما هي العاده في الفلاكشيب ديال سامسونج سوبر اموليد بدقه عاليه كواد اتش دي 2560 في 1440 بكسل، والحجم ديالها 5.5 انش وبمعدل 534 بكسل في كل انش، وعليها حمايه زجاج غوريلا كلاس 5. الالوان فيها ناضيين وفيها بزاف ديال الاختصارات والتقنيات، وشاشه بحال هذه ما كنظنش غادي تلقاوها في تليفونات في الفئه الاقتصاديه ولا حتى بعض التليفونات في الفئه المتوسطه اللي كاينين حاليا في السوق. من المشاكل اللي غتلقاو في هذا التليفون الا شريتوه اوكازيون، الباتري في الغالب غتشريو تليفون خدام مده طويله، وكما كتعرفوا الباتري كينقص مع الوقت. ولا بغيتو تفاداو هذا المشكل وحبيتو انكم تشريو هذا التليفون هذا بالضبط، حاولوا تقلبوا على شي واحد اللي ما خدامش بزاف، ولا لقيتوه كاع في الجديد راه مزيان، واخا هو يعني صعيب انكم تلقاوه في الجديد، ولكن ممكن يكون في متجر امازون ولا شي متجر خارج المغرب. المهم الباتري اللي في هذا التليفون بسعه 3600 ملي امبير كيدعم شحن سريع، ولا كان الباتري بحاله جيده كما قلت لكم يدوز نهار بلا ما يحتاج الشارج استخدام عادي. من المشاكل اللي غتلقاو في التليفون ثاني، التليفون ما غاديش يحصل على اندرويد 10، وهذا المشكل ماشي غير في الاي 7 ايدج، كيطبق حتى على الاي 8 بلس والاي 8. هاد التليفونات هادو كاملين ما غاديش يحصلوا على اندرويد 10. وندوزو للاداء. التليفون كيجي معالج كوالكوم سنابل دراجون 820 مع معالج روسومي ادرينو 530، ولا معالج سامسونج اكساينوس 8890 مع معالج روسومي مالي تي 880. والاداء ناضي في الاستخدام العادي وتشغيل الالعاب مثل ببجي، كول اوف داتي، فري فاير، واغلب الالعاب المشهوره اللي كتعرفوها ما غاديش تلقاو فيها مشكل. وهذه المعالجات اللي في الهاتف بجوجهم معالجات فلاكشيب ديال السنوات اللي دازوا، ومازالين من المعالجات الممتازه مع 4 جيجا في الرام و32 ولا 64 ولا 128 جيجا في التخزين مع امكانيه زياده كارت اسدي. نجيو الكاميرات. هنا نساو 4 ديال العدسات ولا 3 دوبل والتريبل وهادشي اللي كنشوفو في تليفونات جداد. التليفون هنا فيه كاميرا واحده في الخلف بدقه 12 ميجا بيكسل، ولكن بعيد على الارقام التصاور ديالها مزيانين بصراحه، ناضيين في الاضاءه المعتدله، وحتى التصاور في الليل مع الاضاءه كيكونوا مزيانين. وتصوير الفيديو بدقه 4K 30 اطار في الثانيه، فول اتش دي 60 اطار، وكيصور فيديو بالعرض البطيء سلو موشن، وصراحه الكاميرا مزيانه. والسيلفي ب 5 ميجا بكسل، والتصاور ديالها حتى هي على العموم ناضيين، ويمكن لنا نشوفهم من احسن التصاور الى قارناهم مع تليفونات اللي بنفس الثمن ديال الاي 7 حاليا، يعني تليفونات الفئه الاقتصاديه. ودابا ملي شفنا المواصفات ديالو والعيوب ديالو، اش بان لكم واش يستاهل ناخذوه في 2020 ولا لا؟ انا بالنسبه ليا الا كان هذا التليفون ما مستعملش بزاف، ما مدوزش بزاف ديال الوقت يعني خدام، والباتري مازال في حاله جيده مع الثمن اللي كيدير دابا 1500 درهم 1700 درهم تقريبا، حاجه نقيه، يستاهل نشريه وما عنديش مشكل. وانتم عطوني رايكم، واللي سبق لي خدم بالاي 7 ايدج يقول لنا التجربه ديالو مع هذا التليفون. شكرا على المشاهده اصدقائي، وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم.